أهلا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر من مدينة طنجة. حادثة سير تحت نفق تحت أرضي على مدار مالباطا، سائق هذه العربة فقد السيطرة عن السياقة ولله الحمد ما كاينش حصيلها ولا ضحايا في الأرواح، مجرد بعض خسائر الجسيمة في النفق تحت أرضي. إذن كما أشرت، لولا الألطاف الربانية لحدث لا مسح ند عقبة، حيث أن سيارة عربة ليس بها الركاب، عناصر الأمن تضبط حركة السير تحت النفق أرضي بمالباطا تفاديا لوقوع اي حوادث اخرى. تشاهدون السيارة ارتطمت بجدار النفق تحت أرضي، في انتظار تدخل شرطة حوادث السير. أظهر أن هناك خسائر بجدار النفق تحت أرضي كما تشاهدون. حديث فين الناس ميتين؟ ما كاينش الموتى، ما كيقول الموتى كاين.